في للنشر هذا الأسبوع: ضعبع رومي، صور حصرية من مبنى الإرهاب قبيل اقتحامه. الله سبحانه وتعالى يمنعنا هذا. أنا مغتصب ثلاث أطفال. حسين في للنشر: نعم أنا مغتصب للأطفال. انفجار رأس طفلة في براد المستشفى، هل يعيد فتح ملف الأخطاء الطبية على مصراعيه؟ إذا في زلم المستشفى عنه زي يتفضلوا على الأعلان ينزلوا وجهون. انتحاريون بالجملة وبينهم مسيحيون، هكذا يتم غسل دماغ الانتحاري. شريط لرجل مسن يتحرش بطفلة، وكل الحقائق في للنشر مع ريما كرجي. تنين بعد الأخبار على الجديد.